يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في كرواتيا، وبالتحديد استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد والمرحلة الثالثة من هذه الاستعدادات الهامة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، وخصوصا زي ما احنا عارفين كالعادة النادي الأهلي مقبل على تحديات كبيرة ومهمة جدا، وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي بداية الموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن الفريق، والفريق النهاردة هيعمل إيه أو عمل إيه كمان. النهاردة يمكن الصبح بدري شوية كان في المران الأول للنادي الأهلي هنا في كرواتيا في المعسكر المخصص بالنسبة للفريق. المران كان مران صباحي، لكن قبل المران كان في ميعاد الفطار الخاص باللاعب بالتحديد في تمام الساعة 8 صباحا، وبعديها مباشرة أو بساعة بالتحديد كان في المران الأول بالنسبة للنادي الأهلي، واللي ابتدى من خلال والاستعدادات من خلال التواجد هنا في كرواتيا. المران يمكن شمل بعض التدريبات والفقرات البدنية الهامة طبعا كالعادة تحت إشراف مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف وبقية أعضاء الجهاز الفني، وفي تواجد اللاعبين المتاحين بالنسبة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة هم حوالي 25 لاعب بخلاف بقية اللاعبين اللي هم إن شاء الله هينضموا للمعسكر في وقت لاحق، وبالتحديد يوم 5 ويوم 6 على دفعتين، 5 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم 5، وأيضا 2 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم 6 عشان يكتمل القوام بالنسبة للنادي الأهلي. التدريبات كانت فقرات بدنية بالنسبة للفريق، وأيضا بعض فقرات الكرة، وأيضا كان في تقسيمة كده في نص الملعب كانت مهمة جدا، ومستر باتريس كارتيرون يمكن أوقف هذه التقسيمة أكثر من مرة عشان يعطي بعض التعليمات المهمة بالنسبة للاعبين بالتحديد من الناحية الفنية والناحية التكتيكية. أبرز الأخبار بالنسبة للاعبين، يمكن أحمد الشيخ زي ما احنا عارفين مصاب، عنده جزع في الركبة، بيغيب لمدة أسبوعين، فبالتالي النهاردة ما شاركش في التدريبات، لكن كان عنده بعض التدريبات التأهيلية مع أقصاء التأهيل دكتور طارق عبد العزيز. لكن النهاردة أيضا كان أول مشاركة في التدريبات الجماعية بالنسبة لباسم علي، واللي كان بيعاني أيضا من إصابة مؤخرا، لكن هو واضح إن هو جاهز بشكل جيد للتدريبات الجماعية. ايضا من ضمن الاخبار اللي عايز اقولها لكم، يمكن خلال التقسيمه حسام عاشور طبعا نجم الفريق تعرض لكدمه في الكاحل، لسه مش عارفين مده غيابه ممكن تكون قد ايه، لكن سالنا حسام عاشور وعرفنا ان الكدمه يمكن بسيطه شويه، هو ما قدرش يكمل التقسيمه، لكن ان شاء الله هيكون في احتمال كبير ان هو يلحق تدريبات الغد ان شاء الله او بعد غد على اقصى تقدير. ده بالنسبه لاخبار المران الصباح. هيكون في ايضا مران مسائي بالنسبه للفريق، لكن قبليه هيكون في ميعاد الغداء بالتحديد في تمام الساعة 1 ظهرا، ثم المران المسائي هيكون في تمام الساعة 5 عشان ينتهي اليوم الأول النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي في كرواتيا. وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الاستعدادات استعدادا للموسم الجديد الهام جدا بالنسبة للنادي الأهلي.
الكوره.